ينضم إلينا من واشنطن مراسل ألغاث خالد خيري. خالد، كيف هي ردود الفعل حول جلسة يوم أمس والتي أقر فيها القواعد التنظيمية لمحاكمة ترامب، وماذا نتوقع من هذه الجلسة اليوم؟ نعم، هي بقى في الواقع ردود الفعل كانت عبارة عن تلاسن واشتباكات بين الجمهوريين والديمقراطيين تحت قبة الكونغرس. في الواقع المسألة يعني كما جاء في تقريرنا تحولت إلى حزبية بامتياز. الديمقراطيون وهم الأغلبية في مجلس النواب أدانوا الرئيس ترامب وأصدروا قرار عزله. الجمهوريون الآن في مجلس الشيوخ الأمريكي يحاولون تبرئة الرئيس وضحض كل هذه الاتهامات. وكما جاء في المحاكمة في يومها الأول، رفض الجمهوريون كافة مقترحات وكافة التعديلات التي حاول الديمقراطيون إدخالها على إجراءات وقواعد العمل بالمحاكمة، حتى أنهم فشلوا في استقطاب عدد من الجمهوريين مثل ميت رومني الذي ألمح بأنه قد يتوافق مع الديمقراطيين في بعض الأشياء. ولكن الآن بسط الجمهوريون سيطرتهم بالكامل على مجريات الأحداث في هذه المحاكمة. الآن الديمقراطيون يحاولون اتهام الجمهوريين بأنهم يريدون طمس الحقيقة عبر رفضهم لاستدعاء شهود جدد أو الكشف عن أدلة جديدة ظهرت بعد خروج القضية من مجلس النواب. الأمر محتدم للغاية، والمحاكمة هي الآن عبارة عن تلاسن بالألفاظ كما ذكرت لك وتبادل الاتهامات بدلا من ذكر قرارات الاتهام وقرارات الأدلة التي يقول فريق الدفاع عن دونالد ترامب إنها قاطعة بتبرئته. خالد خيري مراسل الغد من واشنطن، شكرا جزيلا لك.